بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اسجدوا للرب في زينة مقدسة، ارتعدي قدامه يا كل الأرض، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته. معاكم سوريا. أنا شفت المسيح كتير. النهاردة الجزء 36، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. الآية دي المسيح قالها لي وعايزني أوصلها ليكم جميعا. ليه دلوقتي بالذات؟ مع بداية مرحلة جديدة في حياة العالم، ربنا بيدينا مفاتيح الدخول للمرحلة الجديدة. أنا شفت المسيح في رؤية جديدة في يناير سنة 2022. في مرحلة الوباء كان المفتاح لتعدية المرحلة زمره بالمسامير وعمله مطنيات، لكن المرحلة الجديدة نعديها بالسجود في زينة مقدسة. يعني إيه وليه؟ تعالوا نعرف الرؤية ومتعلقة بإيه. ولكن قبل ما نبدأ نعرف كمان الرؤية، نعرف يعني إيه اسجدوا بزينة مقدسة. اسجدوا لربنا، مش للجسد ولا الذات ولا العالم ولا الشيطان، لكن لربنا وحده بمخافة وانسحاق. السجود هو اعتراف بالطاعة والخضوع والشكر والفرح والرضا والحب وسيادة ربنا علينا، هو الرأس. وأنواع السجود: سجود العبادة والحمد والابتهال، السجود بتوسل لطلب مراحم ورأفات وبركات ربنا علينا، السجود للمعونة في الطريق مثلا وقت التجارب، السجود لطلب عطاياه الشفاء والتطهير، الحكمة والنعمة والنور. في سجود للشهادة والاعتراف والحب والإعلان بأن الرب ملكي وإلهي، له الكرامة والسيادة والرئاسة والسلطان علينا. سجود لطلب القداسة، للاقتراب منه والاتحاد به. قدسنا في حقك يا إلهنا لكي نمتلئ بمحبتك العظيمة. اسجدوا في زينة مقدسة. سجد المجوس وقدموا هداياهم ذهب ولبان ومر. قدموا ذهب ملكهم الأرضي عشان ينالوا ذهب الطبيعة الإلهية الجديدة. قدموا اللبان يعني العبادة والحمد. قدموا المر هو كل تعب وألام جسدية ونفسية من أجل المسيح، عشان إن كنت بتحتمل الألام أولا عشان تدخل لميناء راحته فتعيش في هدوء متحرر أكتر من الاهتمامات وترسخ نفسك بثبات عمودا قويا قائما صاعدا شادا لكم، وتلتصق بالرب في كل شيء ثابتا في الإيمان، فرحا في الرجاء، مبتهجا في المحبة، عايش في حماية الثالوث القدوس. وبكده نقدر نقول عنك: لتفرح السماوات روحك وتبتهج الأرض اللي هي جسدك. وتسجد في زينة مقدسة، في زينة الجسد والنفس والروح. زينة جسدك المنضبط هي إنك ترفع الله وتسبحه وتباركه وتشكره وتمجد اسمه القدوس، وتسجد عند موطئ قدميه وتتغنى مع الطغمات الملائكية بألحان التسابيح المفرحة. ودول 6 أجنحة الجسد المنطلق نحو العرش الإلهي طائرا ومتغنيا مع الأجناد السماوية. زينة نفسك الشبعان هي شبعانة بالفضائل اللي تعلمناها في بناء كنيستنا الداخلية في القدس، من أسماء الأسباط والأسماء التلاميذ والأحجار الكريمة زي ما شفنا، وتتغنى مع القاروبيم ب6 تقديسات: قدوس 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 رب السباقوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك. ومع العروش: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. أما زينة الروح المستقيمة هي النور، الحكمة والفهم، القوة والمشورة، المعرفة ومخافة الله. زينة الروح في الاتحاد بالروح القدس، روح الحق المعزي. وتتقدس في الحق للاقتراب إلى الله.
في الزينة المقدسة تتغنى الروح في أنات: لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لكل كرامة والسيادة والرئاسة والسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة. وهنا 12 جناح لانطلاق الروح للعرش. يبقى كان في 6 للجسد، كان في 6 للنفس اللي هما 6 تقديسات، وفي 12 جناح للروح، يبقوا 24. في الزينة المقدسة يضيء نور المسيح متلألئا على المؤمنين، وهو يوم ربعنا المفرح يشرق شمس البر المسيح بأشعته الناصعة علينا مضيئا أذهان المؤمنين. شوفي يا آدم الأول فينا متحركا مع جوجة الملائكة طائرا نحو السماء، يوم تضيء نعمة الله والرجاء فينا خلال المناظر السامية المدهشة، ويعلن بوضوح السر المكتوم منذ الأزل فينا. أنعم يا رب بإشراق بهائك علينا لنطلب برك يا إلهنا القدوس. أنعم بالعز فينا الذي تتمتع به ملائكتك. هب لي أن أحتضن وأقبل يدك الممدودة على الصليب لخلاصي، فتقيمني من قبري وتهبني الحياة والقيامة. أحمل بهائك وجمالك وحدك في داخلي. هب لي القلب المتواضع والمنسحق لأدخل به إلى بيتك وهيكلك المقدس. قدسني في حقك، قدسني في حقك لتهبني محبتك فيا، فأنت زيني زينتي ومقدسي ومقدسي. وفي مواجهتك مع إبليس وجنوده، الرئاسات، السلطات، أسياد العالم، حكام هذا الظلام ضد قوى الشر الروحية في السماوات، ما تنساش زينتك المقدسة كجندي لابس سلاح الله الكامل. سلاح الله الكامل: الحق حزاما لأوساطكم، الصلاح درعا لصدوركم، الاستعداد لنشر بشارة السلام حذاء لأقدامكم، وفوق كل هذا احملوا الإيمان ترسن به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعلة. اتخذوا الخلاص خوذة للرأس، كلمة الله سيف الروح. صلوا في كل حال وحين في الروح وساهرين. اعلنوا بجراءة سر الإنجيل، وكن جريئا جريئا في إعلانه. ما تترددش. كنا واقفين في رؤية حسقيال عند الحزام، عند العظام اليابسة. تعالوا نشوف بسرعة حسقيال 37، هنقول تأمل صغير. كانت علي يد الرب، أخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة، وهي مليانة عظاما وأمرتني عليها. تنبأ حسقيال النبي على العظام وبروح ربنا حيث العظام، وأصبح جيش عظيم للرب. ده عمل السيد المسيح يد الرب، أن يخرجنا بروح الرب من ذواتنا وينطلق بها أولا إلى البقعة، ننزل هناك ورارى ما نحن عليه من موت. يفتح الروح بصيرتنا، نتعرف على موتنا فنترك الأنا ليعود فيرفعنا إلى بهجة القيامة معاه في المسيح. هنرى بعيونه ويملأ النفس عزاء ورجاء. ده عمل ربنا اللي يرسل روح القدوس على النفس وقد صارت قلقتيل، يهبها حياة، يجعلها تحمل قوة، قوة عمل وخدمة، إذ يجعل منها جيشا عظيما جدا. حياتنا الروحية لا يعرف فيها أنصاف الحلول، يا إما موت قاتل أو حياة بقوة. لما تعلن الأخبار السارة اللي بيعطيها لينا ربنا، ولما تتنبأ على العظام، تتنبأ أيضا بالحياة للروح. انظر إلى الله طول الوقت اللي بتخدم فيه طالبا القوة والمسحة من الروح القدس، وأن تأتي هذه القوة والمسحة على خدمتك. وعندما تحل قوة الله عندها وعندها فقط ستحيا العظام. العمل عمل ربنا بالكامل وإحنا بنتحرك معاه. إزاي ده بيحصل النهاردة؟ هو نفس التحدي بين كنيسة المسيح والأموات روحيا. في أكتر من 6-7 بلايين نسمة على وجه الأرض النهاردة، ومعظمهم ضالون هالكون. كم منهم بيعرفوا شيء عن يسوع المسيح؟ كم منهم أحياء مع المسيح؟ وكم منهم يعرف يعني إيه أن يسكن الروح القدس فينا ويجددنا؟ قليلين جدا حتى في وسط المسيحيين.
هذا هو التحدي الذي يواجه الكنيسة النهاردة. التطبيق التعبدي لرؤية حزقيال للعظام اليابسة هو التحدي ده. هل تستطيع كنيسة يسوع المسيح أن تتحرك بقوة الروح القدس وتوصل إنجيل يسوع المسيح للهالكين في هذا العالم؟ أكيد نعم. هل يقبلون الحياة تاركين الموت؟ منهم بيتحدى الحياة نفسها، والأكثر بيقننوا الفساد. نظام العالم بيتحدى حتى الله، زي تقنين الزنا والشذوذ الجنسي والعنف. النهاردة في دول كتير بيعلموا هذه الأفكار في المدارس والتلفزيون للأطفال. يعني العالم بيفرض نفسه علينا، مش إحنا اللي بنعلم العالم. والتحدي كبير وبيكبر. هل سيقف الله متفرجا؟ أكيد لا. هو ده السؤال اللي كان جوايا، ورفعت عيني لي بسأل. فشفت رؤية في يناير سنة 2022 بسيطة بيشرح لي فيها أن نظام القوى في العالم بيتغير ليمهد لآخر الأيام، وهحكي لها ليكم بمنتهى البساطة وزي ما هي. ممكن نركز شوية؟ يلا بينا. كنت واقفة في محل تنظيف الملابس بالبخار، وفي منطقة استقبال الملابس على اليمين كان في مكنة كبيرة جدا لتنظيف الملابس، وبتشتغل بثلاث كروت مختلفة فيها برامج التشغيل الأوتوماتيكي. خلفي أماكن ترتيب الملابس النظيفة بالأرقام بحسب الأرقام اللي مع صاحبها. قدامي ترابيزة زي كونتوار أو ريسبشن، أستقبل عليه الملابس، وعليها يمين في جهاز لتغليف الملابس، ويسار كيس للدفع، وجنبه مكنة كارت بلو وفيزا، وهنا بسلم الملابس كمان. وفي دفتر لاستلام الملابس مقسم إلى ثلاث أجزاء بنفس الرقم، جزء لصاحب الملابس، وجزء ما بيتقطعش من الدفتر، والجزء الثالث بيوضع على الملابس. كل شيء ماشي بنظام وترتيب ودقة عالية جدا، ماشي زي الساعة، يعني الشغل تمام. في ناس كتير بتيجي، باخد منهم الملابس وضع عليها الأرقام وكله تمام تمام. فجأة خلص دفتر استلام الملابس، رحت بسرعة جايبة ثلاث ورقات. أول ورقة بديها للزبون أكتب عليها الملابس اللي أنا استلمتها منه وتاريخ التسليم وبختبها له، والتانية ورقة عندي أنا أكتب عليها عدد القطع من الملابس ونوعهم وتاريخ التسليم وصاحب الملابس دي مين، وتالت ورقة بكتب عليهم كل حاجة عن الملابس وأضعها فوق الملابس اللي عندي عشان تفصل بين ملابس الواحد عن الآخر، لأن الشغل كان ماشي بسرعة، يعني التصرف كان سليم ومفيش أي مشكلة. فجأة الكيس مش شغال، فتحت درج جنبي بدل الكيس وكملت الشغل. المهم كل مشكلة كانت بتحصل كنت بتصرف فيها وأكمل شغل وتمام التمام. فجأة خلص الورق وما عنديش بديل، لقيت ربنا بيوجه نظري عشان أبص تحت الكونتوار تحت الترابيزة. حسيت في حركة تحت الترابيزة، بس بصيت في إيه؟ لقيت ثلاث شياطين تحت الكونتوار. أول واحد شد كل وصلات الكهرباء اللي بتشغل مكنة تغليف الملابس وفيش الكيس وفيش شحن الكارت بلو والفيزا، وبكده ما اقدرش اخرج ملابس جاهزه للناس. التاني راح متحرك لشد كل الورق والنمر اللي بتفصل بين الملابس لمعرفه الملابس بتاعه اي زبون، وكل نمر محطوطه على الملابس المرصوصه ورايا، وبكده ما اعرفش الملابس بتاعه مين، كله اتلخبط، جاب لي عليها وطيها. التالت اتحرك فورا وشد كل كروت المكنة الأساسية للتنظيف ورميها، وقطع الكهرباء في المحل كله، وبكده كل العمل اتشال. ما تقدرش تشتغل بسرعة، ما تقدرش تشتغل، فبسرعة خرجت الزباين والناس خارج، وقفلت الباب على الشياطين التلاتة وانتهت الرؤية. بصراحة أنا كنت بخرج الناس وبقول جوايا وربنا سامع، اخرجوا منها يا شعبي، وناوية أولع فيهم. حسيت ده وقت القضاء عليهم في وادي قدرون، ومعناها اسود. مش هم قطعوا الكهرباء وخلوها كحل، يبقى هنا وادي قدرون.
وهو وادي يهوشافاط، لأن معنى يهوشافاط يهوى يقضي ويسمى وادي النار. لو ربنا عايز ينقي المكان بيخرج شعبه من المكان ويطهره حتى ولو بالنار، لكن طبعا القضاء لربنا وحده. وربنا أنهى هنا الرؤية بسرعة، فما تصرفتش في حاجة، يعني زي ما ربنا عايز يقولي هو اللي بيتصرف مش أنا. في نفس اليوم صباحا وأنا في القداس وكنت بفكر في الرؤية دي، لقيت صورة ربنا بيقول اسجدوا للرب في زينة مقدسة. هو عايز يقول لما إحنا نسجد لربنا هيبقى إبليس وجها لوجه مع ربنا، وربنا وحده هيقضي عليه في الوقت المناسب. وما ننساش الملاك ميخائيل انتصر على إبليس في وقت النزاع مثلا على جسد موسى النبي لينتهرك الرب. وإحنا دايما بننفذ مشيئة ربنا مش مشيئتنا الشخصية. تعالوا نشوف الكنيسة في سجودها، سمعة وشايفة ملك الملوك ورب الأرباب، وسجدة بفرح وابتهاج، فتحمل بهاء وجمال العريس فيها زينتها المقدسة. اجهزي يا كنيسة المسيح لمجد العرس السماوي، قائمة في يمين القوة. اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي اذنك، لانه هو سيدك فاسجدي له. كلها مجد ابنة الملك في خدرها، منسوجة بذهب ملابسها، بملابس مطرزة تحضر الى الملك. يحضرنا بفرح وابتهاج، يدخلنا إلى قصر الملك. قامت الملك عن يمينك، أي في يمين القوة. اسجدوا للرب في زينة مقدسة، يا كنيسة على صخرة يسوع متأسسة. إلهنا عالي كلي القداسة، له وحده السيادة وكل الرئاسة. كنت بفكر ليه بالذات محل تنظيف الملابس، وافتكرت الآية في ملاخي 3:2، ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره، لأنه مثل نار الممحص ومثل أشنان القصار. يعني إيه نار الممحص وأشنان القصار؟ معنى القصار بالعبري الدوس، لأن القصار كان يدوس القماش مع الصابون حتى ينضف، والأشنان هي المادة المطهرة والمنظفة والمبيضة للملابس زي الصودا الكوي. والمسيح قال قدست المعصرة وحدي، وهو الإنسان اللي داس جسده وصلبه واستعبزه. وشوفوا كمان المسيح، وإذ أصبحت ثياب المسيح تلمع على جبل التجلي وصفت بأنها لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثلها، في إنجيل ماري مرقس 9:3. وعكس بهاء ومجد المسيح على موسى وإيليا، وكمان في لابس المسوح زي الشاهدين في 11، في رؤية 11، هما منارتين قائمتين في قوة وثبات ضد قوة الشر، وقلبهم مليان إيمان وحيوية ونعمة وسلام، ودي زينتهم المقدسة. أما نار الممحص التي تنقل الفضة والذهب، ربنا عايزنا أطهار وقديسين خارجيا من حيث الملابس، يعني جسديا، وداخليا يعني نفسيا وروحيا، لنشاركه الطبيعة الإلهية لأنه قدوس. لما نبقى في زينة مقدسة كمان نقدر نواجه أي ظروف صعبة ومواجهات من أي نوع في أواخر الأيام، وما يقدرش العدو علينا، لأن الله قدوس ومحدش هيقدر يقف قدامه في القضاء بسياب قذرة، هاربين من الفساد الذي في العالم. فإن كان فينا أي شيء عتيق فلنطرحه عنا، وإن كان فينا غضن يعني دنس أو عيب فلنغسله فنصير أطهارا. طب والثلاث شياطين هم أرواح شريرة. وعرفت وفهمت أولا في ثلاث مواجهات العالم مش هيقدر يواجههم، المواجهات الطبيعية طبعا، والاقتصادية السياسية، والمواجهات الروحية الشيطانية. أولا المواجهات الطبيعية، كلنا عارفين أن الإنسان كان متسلط على الطبيعة والأرض وفقد سلطانه بعد السقوط،
وتغيرت الأرض بتغيير الإنسان، وكل ما الإنسان بيقنن الفساد بتتغير الطبيعة حواليه من فيضانات وزلازل وبراكين، وبترتفع حرارة الأرض، يسيح التلج على قمم الجبال فتسبب الفيضانات، ونيران تحرق الغابات فيقل الأكسجين، وهكذا. وكل ده سيقف العالم عاجزا عن وجود حلول. 2، المواجهات الاقتصادية هتكون صعبة جدا. المواجهات نتيجة الوباء والغلاء وسيف الأعداء، يعني الحروب. وعرفت وفهمت من خلال الرؤية إن هيكون في تغيير في نظام القوة في العالم، يعني في تحالفات جديدة. 3، المواجهات الشيطانية هيعملوا نوع من الفوضى والتشويش في العالم وعلى الأذهان كمان، لحد ظهور كمان الثالوث النجس اللي هو التنين والوحش والنبي الكذاب في سفر الرؤية في آخر الأيام. بما أننا في سفر حزقيال، تعالوا نشوف بعد رؤية حزقيال للعظام اليابسة كان في إيه. هنلاقي تغيير للقوة في العالم وتحالفات جديدة للتجهيز لأواخر الأيام. لقيت حاجة غريبة معناها الزينة، ثمينة من ذهب. استعجبت، هو يعني ايه؟ لقيت ان ده معنى لاسم جوج في سفر حزقيال 38 و39. تعالوا نشوف جوج وماجوج في هذه الاصحاحين دول. هل تعلم ان اسم جوج باللغة الاكادية معناه زينة ثمينة من ذهب؟ بس زينة خادعة وقوة عالمية مش إلهية. هو من أولاد يافس ابن نوح، بنو يافس جومر وماجوج وميدي ويوان وتوبال وماشك وتيراس في تكوين 10:2. جوج باللغة العبرية يعني نازي، أي رئيس أو أمير مرتفع. يبقى هو رئيس مرتفع في زينة ثمينة من ذهب، وهو ملك الشمال يعني رئيس روسيا. ماجوج هي روش، الاسم القديم لروسيا. وكلمة ماشك أو ماسك هي موسكو، عاصمة روسيا ومعناها ماسك. يعني الرئيس ماسك جذور الأمة الروسية مع بعض ويحافظ على اتحادهم من التفكك والتفتت أو الانقسام. ودي الصورة المستعملة لسبب الحرب، يعني أول ما يجي واحد ينفصل عنه يحاربه لحد ما يرجعه. توبال هي منطقة توبوليسكي، منطقة نهر الطبول، هي دولة كازاخستان حاليا، و57 منها مسلمين. وكمان في الدول الموجودة حول نهر الطبول بطوله 1591 كيلومتر بيتبعوا للاتحاد السوفيتي. بكده شرق وغرب وجنوب روسيا بيتبع جوج، وهو الرئيس في ساعة تتميم النبوة. ممكن يكون الرئيس الحالي أو اللي جاي بعده أو اللي بعده، ده على حسب المواعيد، دي ربنا هو اللي بيحددها. وتوبال بالعبري معناها الرجوع أو الإجابة، عشان يفكرنا بعودة ورجوع وتجمع قوى الشر لتحطيم عودة اليهود لوطنهم أولا، ثم رجوعهم للحياة في إيد ربنا وإيمانهم بالمسيح في الأيام الأخيرة. حزقيال كمان هنا بيتنبأ، هنا السيد بيقول لحزقيال تنبأ عليهم واتكلم ضده وقول له ها أنا زعلي. الكلمة دي صعبة قوي، يعني ربنا ضده، ومين يقدر يقف ضد ربنا؟ ها أنا زعليك وأرجعك، يعني أتركك تحاول تاني وتالت لإثبات شرك، وهضع شكائم في فكيك. الشكائم زي الخطاف اللي بيركب في الفك كنوع من الإذلال ليه، والفكين يقصد بيهم الخدين. معناه ربنا هيسمح لملك الشمال انه يسحب ويستدرج شويه شويه لحد ما يوصل لمنطقه الشرق الاوسط اورشليم. يخرجك الرب بكل جيشك وامكانياتك وقواتك وخيلك، اي ثروتك وكنزك يعني ذهبك وفضتك، اي زينتك وقيمتك، وكل من معك اللابسين، لابسين افخر لباس. في العبري مكتوبة ليبوس مكلول، يعني ملابس عسكرية كاملة مزودة بكل الإمكانيات للجندي، يعني ملابس عسكرية مع أطراس وميجان كلهم ممسكين السيوف في حزقيال 38. وهنا الأطراس والميجان أسلحة دفاع، والسيوف أسلحة هجوم.
هم جماعة، يعني مجموعة كبيرة بتعمل تحالف كبير وعظيم مع بعض. أما عن فارس وكوش وفود كمان هم مع ملك الشمال، وهم في العهد القديم بنو حام ابن نوح. كوش، مصرايم، فوت وكنعان في سفر التكوين 10. أما بالنسبة لفارس في سنة 1935 أقنع هتلر تغيير اسم فارس لإيران. أما كوش حاليا هي منطقة جنوب مصر ابتداء من النوبة وهي السودان، وفوت حاليا هي النصف الغربي من ليبيا وما بعد ذلك. وكل الناس دي مش بتحب وجود إسرائيل في وسطهم، زي إيران مثلا عايزة تمسح إسرائيل من على الخريطة. ومعاهم كمان جومر ابن يافس. جومر وكل جيوشه وبيت توجرمة من أقاصي الشمال مع كل جيش وشعوب كتيرة معاه. جومر منطقة جنوب غرب روسيا في شمال اليونان ومنطقة البلقان، يعني ألمانيا والبوسنة والهرسق ومقدونيا وسربيريا وبلغاريا وكوسوف وألبانيا والجبل الأسود. هيتحالف كتير منهم مش كلهم مع روسيا في آخر الأيام، علشان إيه؟ هو محاربة إسرائيل. معهم كمان توجرمة ابن جومر ابن يافس، هو أرمانيا القديمة مش ألمانيا، البلاد التركمانية الأصل من العرق التركي. إذن الشعب التركي في أصله من شعوب البلقان، وفيه جيوش هتيجي من البلاد دي بالمقاتلين والمحاربين الفرسان مع جيوش ملك الشمال رئيس روسيا بكل إمكانياته وقواته وثروته وزنته العسكرية. شعوب كتيرة متحالفة معه لآخر المطاف، وهي النهاية. الناس دي تبع لإبليس، وبيسخر بيه ربنا ويقول له استعد بصفة شخصية داخليا نفسيا ذاتيا ولكن خارجيا كمان، هيئ لنفسك كل احتياجاتك وجيوشك وجيوش الحلفاء، وهيقوموا بحروب في كل أماكن مختلفة. وبيقول له وصرت له موقرا. في الترجمة العبرية يصفه بالديكتاتور المستبد القاسي اللي بيراقب كل تصرفات الحلفاء أيضا عشان يتأكد من كل خطط الحرب بدقة ومتناهية وكيفية تنفيذها، لكن على الفترات الزمنية للحروب غير محددة، هي سنين كتيرة ثم أيام كتيرة تنتهي بالمجيء الثاني للمسيح ويفتقد ملك الشمال، يعني يأتي عليه القضاء الإلهي للعقوبة. طب فين باقي الدول زي العرب وأمريكا كندا استراليا؟ شبا ودادان وتجار ترشيش وكل أشبالها يقولون لك هل لسلب سلب أنت جاء؟ هل لغنم غنيمة جمعت جماعتك؟ لحمل الفضة والذهب، لأخذ الماشية والقنية، لنهب نهب عظيم. المجموعة دي من الدول مش مع ملك الشمال جوج، لكن هم بس بيسألوا ويتساءلوا. الناس دي بتدور على مصلحتها. شبا ودادان هم من أولاد حام، وهم العرب. العرب لفيف مش من جنس واحد، هم من ثلاث مجموعات أساسية ومجموعات أخرى كمان. هم من أبناء إسماعيل وأبناء عيسو وأبناء إبراهيم من قطورة، هتلاقوها في سفر التكوين كمان 25 من أبناء قطورة شبا ودادان. هم المستضعفين وأقل قدرة عسكرية. دادان هم دول الخليج، شبا هم اليمن وسلطنة عمان. وفي الأيام الأخيرة هتتقلب الأوضاع، بدل الفقر غنى وبدل الضعف هتبقى قوة. طيب أما ترشيش هم من أحفاد يافس ابن نوح في تكوين 10، ونسمع عنهم كمان في أيام سليمان كان في سفن ترشيش تحمل ذهب وفضة وعاج وطواويس، ونسمع عنهم كمان هم تجار سفن في مزمور 48، ونسمع عنهم في أشعياء 60-9. ترشيش اسم الحجر الكريم الزبرجد الأخضر الفاتح زي ما انتوا شايفين في الصورة من تحت. وشعب ترشيش بنسميهم شعب الجوهرة، وهي المملكة المتحدة البريطانية يعني انجلترا. ترشيش هي انجلترا، وهيكون ليها دور كبير في رجوع اليهود لإسرائيل. أما أشبال انجلترا وشعارها الأسد
منها كتير هاجروا وكونوا أمريكا وكندا ونيوزيلندا واستراليا، يعني كانت البداية منهم، وهم أشبال إنجلترا. غالبا دي دول بتدور على مصالحهم الاقتصادية وبيسألوا ملك الشمال في أواخر الأيام، يعني كل اللي هم بيدخلوا فيه بيدوروا على مصالحهم الاقتصادية. نرجع لملك الشمال رئيس روسيا في العدد 9 والعدد 16 من حزقيال 38، وتصعد وتأتي كزوبعة وتكون كسحابة تغشي الأرض، أنت وكل جيوشك وشعوب كثيرون معك، وتصعد على شعب إسرائيل كسحابة تغشي الأرض في الأيام الأخيرة، ويكون الفعل نصعد إلى أورشليم يعني نصعد للحرب، وتصعد كزوبعة في العبري يعني زوبعة يعني كل اللي قدامها خراب ودمار، ويجرف كل ما هو أمامه أو هلاك محقق في العبري، وتكون سحابة تغشي الأرض، وهي سحابة واحدة تغطي أو تكسح الأرض، تفصل بالكامل وتمنع وصول نور وأشعة الشمس فتظلم الأرض تحتها، وممكن دي تكون سحابة واحدة، غالبا تكون سحابة نووية. في يوئيل 2 كمان قدامه ترتعد الأرض وترجف السماء، الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها. في يوئيل 3 جماهير جماهير في وادي القضاء، لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء، الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها، والرب من صهيون يذمجر لأن هو الأسد الحقيقي، ومن أورشليم يعطي صوته فترتجف السماء والأرض، ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبني إسرائيل فتعرفون إني أنا الرب. أما بخصوص كلمة إسرائيل، يعني دي حرب هتتجه نحو أورشليم من الناحية الروحية كمان، إن كلمة إسرائيل هنا تعني شعب الله المؤمن. الحرب موجهة ضد الكنيسة وأورشليم. إذ جاء في سفر الرؤيا ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في أربعة زوايا الأرض جوج وماجوج ليجمعهم للحرب، الذين عددهم مثل رمل البحر، صعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. لكن عن إسرائيل في آخر الأيام أكمل معاكم المرة الجاية، لأن برضو في رؤية تانية. وعوض أن يملك إبليس على قلبي يصير قلبي مقبرة له، عوضا أن يجرحني بسهامه يموت بذات سلاحه. متى أغلب علامة صليبك أيها المخلص، ومتى تنتهي الحرب وأرتفع إلى أحضان أبيك؟ هناك لا أحتاج إلى سلاح لأنه لا يعود يوجد العدو، هناك أرى العدو ينحدر إلى نار جهنم أبديا، مؤمنوك ينعمون بمجدك وسلامك الفائق. اسجدوا للرب، اسجدوا للرب في زينة مقدسة، لأن إبليس برضو هيظهر كثالوث نجس. القداسة لأن الله قدوس، وعشان تقدر تقف قدام النجس. نكمل المرة الجاية بنعمة ربنا. اسمحوا لي النهاردة أرفعك وسبحك وباركك. أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إله العظيم القدوس. أدي ستة أجنحة، ستة تانين: قدوس 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 الرب، رب الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك. الثلاثة التانين: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. الاثناشر جناح للروح: لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، ليك يا رب كل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان، ليك الحكمة والغنى والقدرة، ليك كل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. أمين.